ورحمة الله وبركاته. اليوم بغيت نقاسم معاكم المنتوجات اللي استعملت الشعر ديالي اول ما توليا، وان شاء الله يا ربي حتى نتوما تعجبكم. اول شيء البنات، انا الشعر ديالي ملي كنت صغيره كان الشعر ديالي زوين وناعم ورطب، المهم كان زوين صراحه. المهم البنات ملي كبرت بديت كندير ليه منتوجات اللي هي مضره للشعر، بديت كندير لي ماش، بديت كندير الصباغه. المهم خسرت زعما الشعر ديالي تخسر ليا بزاف، وكملت جمته وليت كندير هذاك الليسف اللي كاع البنات كيديروه. صافي البنات قصف ليا الشعر ديالي، المهم بقى غادي الشعر ديالي كيتقصف، بقى غادي ولا كينشف ليا بزاف. المهم دزت واحد الفتره اللي هي كانت مرضت فيها، واللي هي جابت لي زعما صافي كان الشعر ديالي ولا كطيح ليا بزاف، بحكم ان كان عندي نقص الحديد بزاف طايح، بحكم انني كنت كناكل الادويه ديالو، ماشي ما كنتش كناكل الادويه، وكنت كناكل الادويه ديال المرض. فهذوك البنات رجعوا لي الشعر ديالي كيتساقط بواحد الطريقه اللي هي خايبه بزاف، يعني بحكم ان الشعر ديالي كان قوي دابا ولا الشعر ديالي رقيق بزاف ولا متضرر ليا، ولا لا زعما القى الحاجه غندير لي غير هكا كيطيح ليا. المهم دازت واحد المرحله اللي هي خايبه بزاف ليا بصراحه، الشعر ديالي تأدى ليا بزاف. وهضرت مع الطبيبه قالت لي راه طبيعه الحال على ود المرض على ود الادويه اللي كناكل، فقالت لي حاولي انك تتبعي شي شامبوانات او تتبعي منتوجات اللي ما تزيدش تأدي لك الشعر ديالك. المهم البنات انا جربت جميع الماسكات، ما خليت حتى شي ماسك ما جربت، جربت الثومه اللي كاع كنعرفوها، جربت حتى البصله، كاع داك المنتوجات، كاع داك المواد الطبيعيه، ما درت ليا والو. اشنو درت البنات؟ بدلت ديس كنبدل شامبوان، ديس كل شويه كنبدل شامبوان اللي ما كيوالنيش صافي كنحبسو. المهم البنات اول شامبوان جربت هو هذا البنات، اكيد البنات اللي ساكنين في الخارج كيعرفوه. هذا البنات شريته وكان ما عقلتش، المهم كان الثمن ديالو شويه غالي. المهم البنات ملي جربته لقيته كيشبه بزاف بزاف الشامبوان ديالنا اللي في المغرب ديال كادون، ما عرفتش واش كيتباع ب 1000 ريال ولا ما عرفتش، المهم كيتباع شي شويه غالي بحكم ان المواد ديالو طبيعيه حتى هو ومصنوع من ارغان. البنات ها هو كاتبين عليه فروم موروكو من المغرب ومصنوع من ارغان. المهم البنات قالك هذا حتى هو فيه منتوجات طبيعيه، ما فيهش صوفات، ما فيهش بزاف المواد اللي كتادي الشعر. جربته حتى هو، والله البنات الا حسيت به بحالو بحال كادون، يعني حتى هانتو ما حتى نشوف واش يخرج شي شويه منه باش تشوفوا حتى التكستر ديالو داير بحالو. قربت سالا ليا داكشي علاش هانتوما البنات داير بحالو بحال كادون، هانتوما كتشوفوا البنات شفتيو بحال الشكل ديال كادون. المهم جربته واحد المده بصراحه زوين، ماشي نقول لكم خايب، ماشي بحال الشكل الشامبوانات الاخرين ديال لوريال ولا ديال سميتو بانتين، هذا بصراحه شي شويه احسن منهم. المهم جربته ما حسيت بشي فرق كبير. عاوتاني ندوز معكم المنتج الثاني اللي جربت البنات، هذا منتوج ديال ماكاديميا. هذا البنات وافق لي الشعر ديالي بزاف بصراحه، كنستعملو دابا المده ديال اكثر من 6 شهور وافق لي الشعر ديالي. كان الشعر ديالي صراحه خشن ولا الشعر ديالي لين، ما بقاش ناشف ولا الشعر ديالي بحال اللي فيه رجعت لي الحياه، بحال فيه معرفش بحال اللي فيه الحياه. المهم البنات انا بصراحه جربته المده ديال 6 شهور راه غزال بزاف البنات، انا ما كندير لا اشهار لا اعلان لا حتى شي حاجه، انا غير بغيت نجرب معكم التجربه ديالي الخاصه والمني الشعر ديالي، فقلت غادي نقاسمها معكم. الله وعسى نتوما تكون شي وحده بحالي اللي الشعر ديالها متضرر بزاف وكيتساقط ليها، تشوف بحال هذا المنتج هذا وتشريه راه غزال، راه كيتباع في البنات اللي ساكنين في الخارج، راه كيتباع هذا في لي سيت اونلاين، راه كيكون رخيص بزاف من المحلات التجاريه، كيكون رخيص بزاف. هذا كتلقاوه في لو سيت اونلاين، غير قلبوا عليه ديروا ماكاديمي غادي يخرج لكم، ويخرج لكم زعما احسن حاجه شريو القرعه الكبيره ما تشوفش صغير، لان القرعه الكبيره كتبقى لكم بزاف وكتكون ارخص بزاف. البنات انا هذا دابا شاريه 6 شهور هذا وباقي عندي فيه، ماشي ما باقيش باقي فيه، كنستعملو كل ما كنجي نغسل شعري كنستعملو وكنشل، هو خاصك تستعملي خاصك تشلي شعرك مزيان باش ما يبقاش فيه. هذا بصراحه البنات غزال والله العظيم الا عجبني، وافق لي الشعر ديالي، الشعر ديالي ما بقاش كيتساقط بزاف. وكنستعمل معاه هذا الديميلوغ، هذا الديميلوغ ديالو البنات اش كيبان لكم،
هذا هو الديميلور ديالو ملي كنستعملو. ملي كنستعمل شامبون كندير الديميلور ديالو، صراحة الشعر ديالي كيبقى كيولي هكا رطب وبحال اللي رجع فيه الحياة، كتولي فيه الروح والله ما عارفش انايا. المهم بغيت نقاسم معكم، راه هذا ماشي اعلان ولا حتى شي حاجة، انا غير بغيت نقاسم معكم التجربة ديالي. الله وعسى يكون شي حد بحالي هكا توا جرب جميع شامبونات. المهم البنات انا غير قاسمت معكم التجربة ديالي، كنتمنى يا ربي يعجبكم هذا الفيديو هذا، وما نكونش طولت عليكم وما نكونش ثقيله على القلب ديالكم. ما تنساوش البنات دعموني بلي لايك وبلي جيم، وتشتركوا في القناة الى كنتي معكم ما اشتركتي في القناة او لا اول مرة غادي تشوفيني، وكنبغيكم. والى اللقاء بجديد ان شاء الله.